نفسيا. كنا خيماتنا هون نازلين بحرفز هذا الدرب، جانا طوف بالليل، جرفنا احنا والخيام وغراضنا لحرف المجرور، فزعت علينا العالم طالعتنا. ابو حسين غطس من مجرور طالعت العالم، غسلت له معته على مرتين وهالحز مرضان عند ابن فوق. ما طالعنا ستر مبقى لا خيمه ولا شيء ولا شيان، وما طالعنا شيء بالدنيا. وهاي هالجوره هاي كلها انظامت، ونريد المساعده من الله ومن هالمنظمات. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن النازحين من ريف حماه الشمالي والشرقي الى مخيمات أطمي، مخيم العمر تحديدا. جانا طوفان من عدة ايام على مخيم العمر، سبب بضرر كبير وغرقان للناس. قمنا بشيل العجز والختايرة الى منطقة مرتفعة، والناس سببت بضرر كبير وامراض كبيرة. الناس راحت اغراضها، راحت ثيابها، راح اكلها، راح ما ظل عنده شيء بالحياة الطبيعية، ما ظل عنده، حتى صار عنده نقص بالمواد الغذائية، بالفرش، بالمد، بكل شيء.